تحبيني وبدك ياني؟ ايه بدي اياك. وين المشكلة تقبشيني؟ لا ما في مشكلة، بس انا بدي اعرف شو اللي خلى محبسك من خيطان. يعني حبيبتي مو مين ما كان بهالايام بيقدر يجيب ذهب. يعني حبيبتي لا تقولي لي البلد واوضاع البلد، القصة ما دخلها بالبلد، القصة اكبر من هيك بكتير، الازمة عالمية هالمرة. وامتى بلشت الازمة؟ من قبل علاقتنا ولا بعدها؟ ابدا ابدا حبيبتي، كان بايام الذهب رخيص بصراحة الواحد يحكي يعني. طيب ليه ما اشتريت لي خاتم ذهب وقتها؟ شو ما كنت ناوي نخطب؟ لك يا مجنونة، الذهب بيضله ذهب، ما سمعتي الوسوف شو بيقول؟ بعدين الذهب قد ما رخص بيضله غالي، بس انا بايامها يعني كان بس لا بس ولا شيء. انت اساسا ما كنت ناوي لا هلا ولا بعدين، لانك ما بتشتغل، ما معك حق خاتم ذهب. هلا هذا اللي طلع معك كوكي؟ يعني في شوية بخلني. هلا انا بخيل؟ على فكرة انت اليوم بس بدك تطلعيني سكة عدلي، مو عارفة انا كيف، ما بيكفي صوتي ممحوح مشانك. حتى لو كان الذهب رخيص ما خرج ارتبط. وليش بقى يا مجنونة؟ طلع بالمراية بتعرف ليش. الله يسامحك، عم تتمسخري على شكلي يعني؟ خلقت الله شو اعمل، حتى شكلي مو عاجبك؟ بلا عاجبني، بس انا ما بدي اياك تطلع بالمراية اللي بنعرفها، انا بدي اياك تطلع بالمراية تبين نفسيتك، بدي اياك تشوف حالك وين صاير. لك يطلع بلعيك، ليه خلصوا طلعات البلع؟ شو صاير حكيك مثقف ما شاء الله حولك؟ حبيبتي حبيبتي يا قلبي، مو انا اللي تغيرت، مو انا، اطلعي حضرتك بالمرايه بتشوفي مين اللي صاير نفسيته جديده. ايه انا اطلعت بالمرايه وشفت حالي كيف صايره احلى بمليون مره. لك اساسا انا خجلاني من حالي كيف كنت. وعلى فكره انك ما تتغير هاي مو شغله منيحه، انك تتغير يعني عم تتطور. الله لا يوفقك يا كوكي، دواتي مستقبلك. لو انك دارسه ومتعلمه كنت حكيتي هالحكي. حبيبتي تغيير مو دائما بيكون تطور، ممكن كتير وببساطه انه يكون تخلف. ممكن يكون تطور، معناها انا وياكي معنا حق حبي. خلص اتركيها للزمن. لك اخ شو بدي يتحمل هالزمن ليتحمل. Thank you.